والله يا اخي انا ما بقى فيني احكي. انا اليوم ما كنت بدي اجي لان ما بقى بدي احكي، انا عم ببكي بس قد ما حكينا قبل. ليش حكينا انا وياك بلجنه الاقتصاد اللي شفتوه اليوم؟ مين مسؤول عنه؟ اول شيء خليني بس عقب هالصوره، لانه هالصوره كثير مهمه. صحيح، يعني لازم نعرف، لازم يعرف اللبناني انه اهم شيء وصلنا لهون هو الغباء. غباء مين؟ غباء القاء الطريق للمسؤول عن هالمسيره كلها سوا من 30 سنه لليوم، 20 سنه لليوم. الطريقه اللي تساقت فيها دمرنا قيمه مضافه بشكل انه اخر شيء ما عاد في سبب لننتج بلبنان. علمنا الشعب. عم نحكي على السياسات الماليه والاقتصاديه. نعم، هيدي وصلتنا لهون، هيدي الفكره يلي عم وصلها اخينا ميشيل، وانا معه. نحن الصناعيين كنا اخر شيء عم نقول يا عمي يمكن خلص لازم نفل من لبنان. يمكن انتم الصناعيين شو عم نعمل بلبنان؟ هل هو غباء ام فساد؟ لك خليط من اثنين. خليط من اثنين، بس خلينا نحكي شوي صغيره على اللي هالمسيره كلها سوا. المجاعه واصلين على المجاعه اليوم؟ ايه اكيد. اول شيء بدي اخبرك خبريه، سنه 2017 انا كان عندي هاجس انه مجاعة 2014 ترجع بعد 100 سنة. كلمة حق تقال لازم ينعرف. أنا ترشحت على النيابة، تركت شغلي بس كرمال هالفكرة. نحن شفت أنا وميشيل، نحن الناس يلي ما بدنا نفوت على السياسة، مبسوطين بحياتنا. أنتم الناس يلي جايين يلي نحن جينا 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 شفنا هالباخرة رايحة على الهلاك. يا من خلينا نشوف شو فينا نعمل. بس ليش فتنا بمهمة وأنا بقول لك فشلنا بالمهمه. صحيح. فشلتوا بالمهمه لانكم ما سميتوا بالاسماء، لانه ما صرحتوا اللبنانيين. سمينا ومسجلي كل مداخلاتنا بمجلس النواب. خطه ولو خطه انا اتهمتهم بشياطين، شياطين تاريخ لبنان. بس بالمداخله بالعموميات مش بالاسماء. يعني هيدي المشكله اليوم. لا سميناها ايها القاده، قاده لبنان. انا عم بحكي هني، عم برجع انقل شو حكيت في مجلس النواب بالمداخله الشهيره يلي كانت نص ساعه. إذا ما رح تغيروا المسار بهلقنيه أو رح لازم أو تصيروا آباء مؤسسين للبنان الجديد أو رح تصيروا شياطين تاريخ لبنان. بعد إلكم جلادة. كيف مقسم؟ بعد إلكم جلادة تسموا وتحكوا. أكيد. يا حبيبتي اتفقنا نحن أنه كل الطاقم السياسي اللبناني المسؤول عن هذا الانهيار، هل هذا الانهيار إن كان بين غباء وبين فساد، خليط من اثنين وصلنا لهون. هلا اكيد بهيدي ما في غباء. لو كان في ذكاء، لا 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 لا، لو كان في ذكاء كان فيهم يسرقوا زيت الكميه بدل ما يفلسوا البلد. مزبوط. انا اليوم اذا بتسالني هلا عم بحكي عن خذ على 10% وحل عني خلينا نظبط بس البلد. بس الفريق المسؤول عنا كصناعيين بانه تنفقد. اول شيء اول شيء خليني اقول لك شغله، الامن الغذائي كمان هون في غباء. طلع على لساني شعر من سنتين من هيك عم وقفت احكي، ما في داعي بقى نحكي. يا جماعه عندنا 4 مليار دولار عم ندعم فيها، رشدوا الدعم من 3 سنين بدل ما يخلصوا هلا المصريات بيخلصوا بعد 3 سنين. هيدا اسمه الامن الغذائي. فيك تخبريني ليش عم تدعموا البنزين؟ رح ارجع على موضوع الدعم بعد لا لا لا، بس ما قلتي لي انت الامن الغذائي. الامن الغذائي اذا نحن اليوم بنفكر قبل بوقت ما بقول عندنا ازمه امن غذائي. هذا الكارثي. يعني انتم يعني انتم اليوم عم بتطالبوا انه هيدا الدعم يروح على ترشيده وتركيزه، ترشيده وتركيزه ونعمل معامل بالداخل. بس بدي زد لك، بس بدي زيد شغله، لانه انا شفتها بالارقام اكتشفت، وهيدي خيي ميشيل ما بعرف اذا شفتها. 2013 فجأة دوب المصروف الامبورت تبع الفيول تبع المازوت والبنزين بالتحديد على لبنان، لانه كان في تهريب على لا بس دوبل. أيه ومن وقتها لهلا بعدهم دوبل. شو يعني؟ يعني بس وقف، بس منعوا سوريا من استيراد الطاقة لها ديريكت، صاروا يغزوها من هون. بس عملكم شوي رقم، يعني هيدي بتعرفي شو يعني؟ يعني مليارين دولار بالسنة أو مليار ونص عم يروح دعم. إيه بس الديفرنسيال هلقنيه مع الليرة، يعني عمليا هو عم يشتروا على اللبناني من عنا. لو بتعرفوا شو يعني؟ طيب اليوم بتعرفوا شو يعني؟ اليوم إذا يعني المصر معك حق، بس خليني جاوبك على قصة مين مسؤول. أنا بنظري في مسؤولية على البنك المركزي وفي مسؤوليه على السياسيين. انا بعتبرها 80 20 هالقد، لانه المسؤولين، لانه مثل ما بيقولوا مين عنده سلطه اكثر. 80 على المسؤولين و20 على المركزي. أكيد. المركزي وين مسؤوليته؟ ويمكن اكثر من 20 شوي. وين مسؤوليته؟ مسؤوليته انه ضل يدعم الليره اكثر من ما لازم. هم قال لهم لا لا لا، يدعم الليره. يعني نحن مثلا كلنا، نحن خاصه القطاع المنتج بلبنان والزراعي، يا خي معقوله
أنه نحن نضلنا بال1500 عندما الأورو صار يضعف، عندما التركي والمصري الليرة اللبنانية على كل العملات صارت أقوى من كل العملات. يا خي على شو عم تدعمها؟ أما من تاني مال فيك تقولي أنه كان عم يشتري وقت، كان عم يشتري وقت، كان عم يشتري ب 3%، صار يشتري ب 4%، صار يشتري ب 5%. اليوم اليوم للسياسيين لحظة شوي، اليوم عم نشتري وقت وبعدنا عم نشتري وقت بشو هلا؟ بشو؟ بالدعم، بالدعم بال 7 مليار، بال 6 مليار أو ال 5 مليار دولار اللي عم ندعم فيها. وبتعرفي شو خيفين أنا من بعد ما يخلص الدعم هيدا؟ نشتري وقت بشو؟ بالدهبيات. وأنا خيفين وامام هل امام انتو امام مع التاريخ انتو مع خلينا من قبل لا اعوذ بالله ما حد يدق حبيبتي هودي سامعها فاسدين عسرقين عغباء بعد التعطيل بعد التعطيل يعني هاي الطبقه السياسيه ما بيسوى بقى حتى تاثر على نظام لبنان الجديد لانه هن ناطرين تيعملوا لبنان الجديد هن يعملوه قبل ما يموتوا. نحن بنقول لهم حبيبي انتوا فلوا بس حلوا عنا بس ما بدقوا بشي بقى. الدولار في البعض عم بحكي عن الذهب عفوا، في البعض يعني بيسال انه لبنان من اكبر الاحتياطي بالمنطقه وعنده ازمه اقتصاديه وشعبه رايح على جوع، لا. ليش ما بيستعمل الذهب؟ هل انتم مع هل اللوجيك عم تحضري الشعب عليها يعني؟ لا هذا سكريبت، هذا سكريبت عم يتحضر صار له سنه. لا لا هذا سكريبت عم يتحضر صار له سنه. نحن بدنا نقوسهم او اوس قدامهم انا ولا ممكن ولا ممكن على ما راح تصوتوا مع هيدا الموضوع. وانا بس مجلس النواب بيصوت على بيع الذهب انا بستعين المجلس ما شيء منك كثير. خليني انا بس انتوا كرجال اعمال هل ظهرتوا شيء من اموالكم الى برا؟ بالعكس نحن اول شيء عم نجيب لهون. نحن حبيبتي بس تعرفي شغله، نحن بلبنان لانه صناعيين كل دولار حلينا ديون، كل دولار بمكانات، حرام لبنان اللي بنحبه يختفي. نعم وفي خطر يختفي اذا مش بسرعه كثير. اخذوا القرارات الجريئه ضد الطبقه السياسيه اللبنانيه. بالصناعه هل قادرين تكفوا السوق اللبناني؟ بشو اول شيء بشو بس بدي اقول لك شغله، الاندستريال اوتبوت اللبناني يعني المنتج الصناعي اللبناني حوالي 10 مليار دولار. هذا ال 10 مليار دولار تقريبا عم بيغطي من في مقابله كان في مقابله قبل 10 مليار تانيين مستورد. عم نحكي عن حوالي 75% هو استيراد. بس عملك شوي بس في بقلبهم سيارات وفي بقلبهم كان وكان وكان وكان. هلا هني نزل الاستيراد. نحن اذا بنقدر ندوبل الصناعه ل 20 مليار ل 10 مليار ثاني نخلق 300,000 قيمه، مش بس هيك نخلق قيمه مضافه كفايه من الدولارات يعني نخلق 70 خلينا نخلص الرقم نخلق 7 مليار فريش دولارز بالسنه، نقدر نستورد اللي بدنا فيهم ونعمل اكتفاء ذاتي من الامبورت على لبنان قد الاكسبورت بشكل انه لبنان بيصير عيش بلا اموال المغترب. ساعتها اموال المغترب بتجي عم نحكي زيادة، نقلة من اقتصاد ريعي الى اقتصاد مضبوط. وهالقد هيني مش صعب كتير، مش صعبة، مش صعبة. اليوم يعني الخطط موجودة، ما بقى يعني ما بقى في شيء الواحد يحكي مش من قال قبل. بس انا بدي اقول عن الزراعه، الوزراء المعنيه استاذنا بالزراعه خي ميشيل يعني انا بس بدي اقول لك رفت لي نظري اللي حكيه شاب تصور اسمه ألان من المداخله هلا انه 20% عندنا اكتفاء ذاتي بالزراعه وتقريبا 20% من الاراضي مزروعه وفيها تنزرع بعد اكثر 3% بالمية. هي 64% يعني ايه ما بعرف انتم بتعرفوا عندي دراسه بس اللي سمعته انا بس انا بعرف انه جلاله جدودنا مش مزروع سهلنا مزروع. إذا نحن بنرجع منفوت بحضارة الزراعة الاكتفاء الذاتي اللي كانت موجودة بجبل لبنان قبل الحرب ال 14 قادرين اليوم نعملها؟ حسب الليرة، إذا صارت 100,000 ليرة مجبورة تعمليها 64% يعني اليوم حتى بس مش عم يحسبوا جلالي. اليوم الحل مع انفلاش الليرة ومع طولة 30 سنة يلي ماضية، نعم اليوم اللبنانية عم يدفعوا ثمن هذا الأداء؟ أكيد أكيد، بس كمان عم يدفعوا شيء تاني، عدم التنسيق يلي جاي من النظام. لحنا عنا مشكلة كتير كبيرة بين بعض الطائف، يمكن أنا مع الطائف 100% انتبه مش عم بفترح موضوعه، ولكن بالتطوير اللي بده يصير يوم من الأيام نحو الانتاجية الأكثر ما فينا نكفي بحكومة جمهورية الوزراء. كل وزير التنسيق مع الوزارة الثانية كتير ضعيف. من يتهم الرئيس اليوم بأنه يسعى إلى إعادة الموضوع إلى ما قبل الطائف، هل هو صح نعم أم لا بالأداء؟ لا أنا لألي بدي أقول لك مزبوط، بالعكس عم يدمر آخر فرصة، عم يدمر آخر فرصة نرجع على الموديل القديم، لأنه عم يعطي مثل
أنه أنا إذا بعطعتوني هالصلاحية عملياً مش عم بيكون فيها بكل تواضع يعني الحكمة بالتعامل الكافي أنه يكون بعيد ومتجرد عن الصراعات اليومية. يعني هو مشكلتنا الكبير اليوم غارق بالصراعات. أكيد أنا محله كنت قلت ما بهمني بقى شيء إلا شغلة وحدة، بدي شيل بدي خلي شعبي ينزف إلى الموت. اليوم الشعب اللبناني عم ينزف إلى الموت. مش عارف إذا اللي عم يعمله اليوم هو اللي بده يعمله هو شخصيا أو لأنه هامش الحركة ضيق تبعه كتير. هذا التاريخ بيحكم عليها. ليش ما بتحمل مسؤولية؟ أنا مش عم بفهم ليه يعني والله العظيم مستقبل على شو معزوم الحكومة اللي جاية على شو معزوم على القتلة على شو معزوم على معزوم على صندوق مفلس ناس بدها تروح على قرارات موجعة الناس بدها تروح تحرق لبيوتها على شو معزوم الحكومة يا خي عمول بما انه ليه حدا يعمل حكومة بس بما انه ما في منفعة مادية ولا سياسية منها برأيك هل المنفعة الأساسية عم بحكي بالبعد السياسي تبعها هو مستقبل جبران باسيل ممكن كما يقول البعض ما أقول بس أنا يعني أنا بستغرب تكون هالقد العملية صغيرة بستغرب تكون العملية لو أنه مستقبل جبران شغلة مهمة بس صغيرة أنا مستقبل البلد موضوع يعني أنا بقول بركي في شيء أكبر ما بنعرفه هل تعتبر بأنه موضوع التهريب عبر الحدود وإدخال مواد عم نشوف بالسوبر ماركت صار فيه مواد شغل سوريا شغل تركيا وكلها تهريب عم تكون عبر الحدود قديش بتأثر على الصناعات المحلية خلينا نتفق على شغلة نحن اليوم هيدا الفكرة عمرها سنتين ثلاثة وخمس سنين اليوم عم نحكي بالقلب لأنه اليوم البضائع المدعومة بلبنان عم تتهرب عم تتهرب بالعكس هيدي الفكرة خلصت هيدي ديمو حلت لبنان كتير هينة يعني مش أمور مستعصية بس بدها رجال شغلتهم ما بقاش بدنا ناس عم يتعلموا فينا نحنا خي هيدا الموضوع كتير هين بخمس سنين بتغير اقتصاد لبنان وبتوقف التعتير بس بدنا ناس تفهم المصلحة ومن هيك نحن عم نعمل سياسة ومن هيك أنا استقلت وراجع بطريق بوجه جديد بحركة سياسية جديدة واصلين إلى مجلس النواب بنفس جديد نغير قاعدة اللعبة بلبنان أنت رح تطلق بأدار حركة أو حزب هو حزب سياسي هو مشروع هيدا شيء جديد بروجكت شو هو؟ مشروع نحو لبنان الجديد بس عشو بيقوم هل هو حزب سياسي حركة جديدة سياسية يكون أكيد إذا بدك الستاتيو الليجال يعني القانوني حيكون أو حركة أو حزب أو طيار في حدا من هلأ من المعروفين من ضمه كتير بس مش رح نحكي قبل ما لا ما تنزعين السوربريز ما تنزعين لا ما تنزعين السوربريز بكرة قادما خينا ميشيل ومنحكي نحن تدعي لا نحن حكيين بكتير مواضيع اليوم يمكن مش لازم ممكن تعمل جبهة معارضة لكل اللي استقالوا أول شي في حركة وبعدين في تحالفات مع القوى السياسية اللي ظهرت مثلا يعني عم نحكي مين أو كتائب من القوات أو من اللي مش ظهروا يمكن حتى الموجودين جوا أكيد غيروا أدب أول شي في ناس مثل ميشيل قدامك بعده جوا عم نحكي عن راضي على إيديه ولا لا عم نحكي عن اللي صاروا مستقلين بعدك إنه الدولار بينزل على 7000 إذا تشكلت حكومة على 7000 هذا من الماضي خلاص. بس بدي أقول شغلي لو كانت هالعملية مندارة بغير هيك كنا رحنا على موديل بيشبه اليونان انهيار اليوناني وكيف طلعوا منه لأنه مش من داره ومن داره بهالطريقة نحن رحنا على الموديل الفنزويلي نحن رح نوصل على الموديل الفنزويلي نحن وصلنا نحن بقلبه لا تقبريني نحن بقلبه أصعب نحن بقلبه أصعب أكيد لأنه الانتاج الانتاج المحلي اللبناني مش مثل فنزويلا وبالتالي مجاعة عنده اكتفاء ذاتي باللحمة يعني صحيح لما بنحكي عن مجاعة أكيد لما نمزح معك دولار تستوردي فيه بدك جوعي بدنا نرجع نزرع ما كل لبنان بدنا نرجع نشتغل بالصناعية اللبنانية تنخفف وطأة المجاعة بس أكيد المستوى الحياة في لبنان راح انتهى لبنان القديم وبدنا نتأخر بدنا 20 سنة إذا دورنا اليوم المكانات تنرجع مطرح ما كنا يعني أعراس 1000 شخص نسيهم نسيه. أول الإرباني تبع 200 شخص نسيه السنينية كنا صرنا آخر شيء نعمل لها حفلة
هودي خلصوا خلصوا. اسمحوا لي ننتقل ايضا نستمع الى اسئله بعد انتقال من الراعي الى المنتج. هل ما زالت ممكنه؟ جواب مباشر له انه نحن بالعكس سرع الامور هيدي سرعت لنحول معش عندنا خيارتين ما عندنا خيار مجبر اخاك لا بطلوا اذا ما اخاك لا بطل صار الراعي شو يعني تحط بس يعني ايه بدل تستعمله بس لقلك لجاوبوا للشخص الثاني لانه هو سؤالات مهمين وانا بشكرهم للي عم يسالونا. سؤال الشخص الثاني يلي هو التطوير والعواقب تطوير نحن اليوم بجهدنا الخاص والمبادرة اللبنانية الفردية عم يتغطى كتير من الامبورت بصناعة وطنية ولكن الحل الأساسي هو سياسي. بدك أمن؟ يعني يعني عم نحكي ما بدك تفهمي شو بيفكروا هني. بدك تعرفي أنه ولا واحد منهم عارف مفكر حاله سراق. كل واحد منهم معتبر حاله روبن هود. تعرفي شو روبن هود؟ قاعد عم يسرق أنه هو عم يعمل تيتعمل جماعته. ما حدا منهم عارف أنه يا حبيبي هاي اسمها سرقة بالتكنولوجيا الجديدة. وهوني كمان نحن اليوم لو كنا لو بلدنا مستقر بالتكنولوجيا فيها نعمل ثورة لأنه اللبناني ذكي وشاطر صحيح. يعني ما بده شيء العملية يحطوا فيليات بالبحر وبربوا فيهم. بس المشكلة وين هي؟ عدم الاستقرار خلى أنه اللبناني إذا بده يفكر بهيك أفكار بيفكروا بريت لبنان. أنا قلت على الهواء قلت قبل بليلة من نهار التنين ما بدنا حكومة فقدان الثقة، ما بدنا حكومة خيبة الأمل، بدنا أو حكومة تستقطب رؤوس الأموال من بريت لبنان. هل قد هين العملية يا جماعة؟ بدها تمثل ثقة تستقبل. نحن قاعدين نخبر أخبار لبعض، نحن بدنا مصاري من بريت لبنان. هل برأيك الاختصاصيين بيقدروا يعملوها أو لا؟ لازم نروح على السياسيين. لا اختصاصيين. لأنه هن الوحيدين اللي ما عندهم انتخابات تاني يوم. شو عم تحكي؟ بس بدون غطاء سياسي وبدون منفى سياسي. أكيد بدون غطاء سياسي. أرجع أقوله من الأول إنه رايحين عم فوضى. ليكو أنا الفكرة إذا بدي أسمي الحل اللبناني للأسف صار اسمه لبناني بيكون كيف دولة بتنهار ماليا من بعدها بتختفي. هل تخاف على اختفاء لبنان؟ أكيد. شو بيصير؟ هيدا إذا ما عرفنا نعمل شو بيصير؟ بيصير ثلاث أربع لبنانيات. أنا عم نعمل كل السياسات يلي غلط للبنان تتخذنا على الارتطام. مزبوط حكي. هل الدول العربية والدول الغربية اليوم تستبدل بالذهاب نحو إيران ونحو الصين ونحو روسيا وغيرها؟ هذا الموضوع انطرح وإجا جواب واضح مدوي هو الحياد. نحن ما عنا انتشار لا بالهند ولا بالصين ولا بإيران يلي هن شرق. وبالتالي أي سياسة عم بتضرب اللبنانيين قبل أي آخر؟ نحن مع مش مع الجواب طلع خلص عملياً أو حياد أو مبادرة لبنان بقى في إلا لبنان واحد. مبادرة البطرق بعد قائمة أو سقط؟ هلأ عم تبلش. رح أسألكم سؤال مشترك لو سمحتوا ساعدتكم اتنينتكم. خرجتم من تكتل لبنان القوي وكنتوا بتحالف انتخابي معهم بالانتخابات الماضية. هل خذلكم أداء السياسي؟ هل برأيكم صار جزء من المحاصصة الموجودة داخل يعني الدولة؟ يعني أنا بدي أقولك خرجت منه لأنه فشلت عمل تغيير أنا وياه. أنا فتت وأنا ما كان في داعي فوت. فشل التكتل بالتغيير شو أقول والإصلاح أكيد وإلا نحن مش هون اليوم. احنا فتنا الى التكتل بس لما بيقولوا ما خلوه حلفت يا اخي انا هيدي مش اوكي نتيجه عمليا على الارض ما بقبل مثل ما بيقولوا اعذار. نحن بشغلنا ما بنقبل اعذار لانه النتيجه هي التفصل. النتيجه ما زبطت انا بعتبر انتفت سبب وجودي بكل محبه بكل احترام. فشلوا باداء النعم ام لا؟ قلت لك بالاقتصاد والسياسه. لك انا بعيس على النتيجه. كل فرصه هي مسؤوليه. أكبر فرصة كانت بس كنا 29 نايب ورئيس جمهورية. نتيجة شو؟ انهيار كامل للدولة. شو بتكون عملنا؟ ستترشح إلى الانتخابات الفرعية في الوقت منقرر يعني حتى الساعة بوقتها منقرر. بس أنا بقلك بحترم رأيه لأخي ميشيل بس أنا لقيت أنه أفضل بوصل رسالتي أكتر بالطريقة المدوية اللي عملناها أكتر. لا 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 تتخوف. أنا بعتبر أنه كتير مهم يصير في انتخابات بوقتها والمجتمع الدولي حيحاسب بعد زيادة إذا ما صار في انتخابات. إن شاء الله الأمور بهالشهرين بنعرف المواقف الكبيرة وما بتكون بس على ما يبدو ما بتكون إلا بتكون مبسوط يعني محسومة أنه رح يترشح على الانتخابات الفرعية.